مو واحدة تروح تدور كم راتبك وإذا راتبي أقل منها لا، هذا جاي يبغي يتزوجني علشان الراتب مالي. وللأسف للأسف الشديد أن كثيرا من حوادث الطلاق التي نسمعها مرجع بعضها إلى قضايا مادية، شعور بعض الزوجات بالاكتفاء بالراتب، وطمع بعض الأزواج في رواتب زوجاتهن، فيهدم حياته على أساس على ما قاله أبو طالب: فإن المال ظل زائل وعرض مائل. بس يهدم حياة زوجية. شوف هذه المرأة الثرية الغنية البالغة أقصى درجات الغنى، خطبها أعاظم قريش ومنوها بالأموال ما شاء الله، تترك كل هذا وتروح وراء من يمتلك الأخلاق والعقل والإيمان والضمان وفعلا تجارة رابحة. من أربح امرأة في التاريخ تجدها؟ خديجة بنت خويلد، زوجة أفضل شخصية على وجه الكرة الأرضية. فكملت النقطة الثانية، هنا عندنا روايتان. رواية تقول أرسلت واحدة من معارفها إلى رسول الله وقالت له أن فلانة ترغب في الزواج منه، إيش المشكلة في ذلك؟ والبعض الآخر يقول هي تحدثت معه مباشرة. هسه قد يمكن حمل واحدة على الثانية بمعنى أنها هي طلبت ولكن أرسلت تلك المندوبة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال لها: خديجة امرأة ثرية وأنا ما عندي هذه الأموال اللي يرغب فيها الأثرياء. قالت: لا، هي تريدك أنت، ما تريد مال وما عندها قلة في هذا المال. وصار الأمر على أساس أن يتقدم النبي لخديجة. عمر خديجة في ذلك، عمر النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت كان 25 سنة. عمر خديجة في ذلك الوقت على أرجح الأقوال المحققة 28 سنة، مو امرأة عمرها 40 سنة وكبيرة السن وكذا كما بعضهم يريد يوهن من أمرها. على أقوى الأقوال المحققة أنها كانت من بنات 28 سنة وهو عمره 25 سنة. فسيد الأسرة الهاشمية المسؤول الأول أبو طالب مع وجود آخرين، عباس بن عبد المطلب ثري من الأثرياء الكبار، حمزة بن عبد المطلب فارس الهيجاء وشخصية معتبرة في قريش، بس ما حد يتقدم على أبي طالب، كلهم يخضعون لأبي طالب ويأخذون بأمره، هذا رئيس الأسرة. فجاء أبو طالب ومعه جمع من بني هاشم وخطب خديجة من عمها. أبوها كان قد توفي أو قتل في حرب الفجار، ولذلك بعض ما هو موجود في بعض الكتب أو الآثار من أنه خديجة سقت أباها خمرا وخلته يثمل وكملت الأمور، هذا كلام باطل، لأن أباها قد توفي قبل هذا ربما بثمان أو تسع سنوات